وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا ومرحبا. بداية، بالأمس دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين للحشد في ساحة التحرير، هل ما زالت الأعداد كبيرة منذ أمس؟ نعم، صباح هذا اليوم شهدت ساحة التحرير أيضا توافد الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس وكذلك المتظاهرين الذين حضروا إلى ساحة التحرير من المحافظات العراقية المجاورة للعاصمة بغداد، رغم عمليات التضييق الأمني ومنعهم من عبور نقاط التفتيش خصوصا الجانب الجنوبي من العاصمة بغداد، حيث وردت أنباء مؤكدة عن قيام نقاط التفتيش التابعة لقوات الجيش والشرطة بمنع مئات المركبات التي كانت تقل الآلاف من المتظاهرين الذين كانوا يرومون المشاركة في تظاهرات ساحة التحرير. هذا اليوم أيضا تواصلت التظاهرات بأعداد كبيرة في ساحة التحرير، وجاب المتظاهرون مواقع التظاهرات بداية من ساحة التحرير إلى جسر الأحرار وإلى جسر الشهداء القريب من شارع الرشيد، كما استمرت فعاليات التعبير عن الانتفاضة وعن المطالب التي رفعها المتظاهرون على شكل فعاليات ثقافية وفعاليات فنية مختلفة عبر عنها المتظاهرون، رغم عمليات التضييق ورغم انخفاض درجات الحرارة في العاصمة بغداد. نعم أستاذ أحمد، دعنا نتطرق لعمليات التضييق قليلا. القوات الحكومية أستاذ أحمد تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز مجددا على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد تحديدا، بما تفسر استمرار آلة القتل ضد المتظاهرين بهذه الشراسة في 24 ساعة الماضية؟ نعم، لعل إطلاق الرصاص الحي الذي حصل ليلة أمس وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة هو تعبير علني عن نية الحكومة العراقية بقمع التظاهرات ومحاولة إرجاع المتظاهرين إلى منازلهم بالقوة، لكن هنالك جهد آخر مستمر وعلى مدار الساعة وهو عمليات الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين لا سيما الناشطين والبارزين منهم في ساحات التظاهر، حيث امتدت يد الإجرام ليلة أمس إلى اغتيال الناشط علي اللامي، وهذه الحادثة لم تكن أخيرة لأن هنالك العديد من الناشطين أكدوا لنا كصحفيين من أنهم هم يتلقون بشكل مستمر ويوميا رسائل جديد على هواتفهم الخاصة وكذلك على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم مراقبون في داخل ساحة التحرير، وإلى أن يهموا بالخروج من الساحة يتم اختطافهم أو اغتيالهم، كما تخطط لذلك الميليشيات المتورطة بقتل المتظاهرين في بغداد. نعم أستاذ أحمد، يعني حول استهداف المتظاهرين و من ساحات الاحتجاج وتحديدا ساحة الوثبة والأحرار، طبعا بالأمس لم ينقطع الرصاص أستاذ أحمد عن متظاهري ساحتي الوثبة والأحرار تزامنا مع الحشد غير المسبوق الذي شهدته ساحة التحرير، ماذا أرادت القوات الحكومية من استهداف الثوار في هاتين الساحتين؟ نعم، الحكومة والميليشيات التي يعني أنيط إليها مهمة قمع المتظاهرين يحاولون إزالة الرعب ويعني ممارسة ضغط نفسي بالتخويف وبالترهيب من أنهم مطاردون وبأنهم محاربون، لذلك ما حصل يوم أمس هو استعراض من هذه القوات وضد الميليشيات
في محاولة منهم لترهيب الناشطين الذين يعني حضروا إلى العاصمة العراقية بغداد، وزادت أعدادهم بشكل ملحوظ. أن ساحة التحرير فيها يوميا العشرات من الخيم التي تأوي المتظاهرين الذين قرروا مواصلة التظاهر وممارسة الاعتصام في داخل الساحة. لذلك هذه محاولات يائسة، وهي تمثل النفس الأخير والرمق الأخير لهذه الحكومة التي فقدت شرعيتها في محاولة منها ترهيب الناشطين وإثنائهم عن مواصلة التظاهرات. نعم أستاذ أحمد، ذكرتم أن الأعداد زادت وهي بازدياد، هل تعتقد أن بقاء المتظاهرين بكثافة في ساحة التحرير ومحيطها يخفف الضغط ومن ثم الانتهاكات الحكومية والميليشيات عن المعتصمين؟ في الحقيقة هنالك يعني مراهنة على هذا الموضوع، فكلما مارست الميليشيات عمليات قتل وعمليات خطف، وكلما مارست الأجهزة الحكومية عمليات الاعتقالات التعسفية، نلاحظ هنالك يعني زيادة واضحة في أعداد المتظاهرين، لأن هنالك قناعة باتت لدى الناشطين ولدى المتظاهرين في العاصمة بغداد من أن هذا الحراك الحالي يمثل آخر سلاح بيد الشعب العراقي، وإذا ما فشل لا سمح الله هذا الحراك وهذه التظاهرات، فإن هذه الحكومة سوف تمارس بعد فشل هذا الحراك عمليات قمع واسعة ستطال جميع من شارك وجميع من أيد. لذلك هذا الهاجس وهذه القناعة لدى المتظاهرين هي التي تدفعهم لمواصلة اعتصامهم ومواصلة مظاهراتهم حتى سحب الشرعية الكاملة من هذه الحكومة وإسقاطها وتقديم المسؤولين المتورطين بقتل المتظاهرين للمحاكم. يعني هذه القناعة وهذا الإصرار من قبل المتظاهرين حتى إسقاط النظام أستاذ أحمد، يعني متظاهرو التحرير قالوا أنه لا عودة عن الثورة حتى إسقاط النظام وتحقيق أهدافها كاملة، هل تعتقد أنه وتحت كل هذه الضغوط التي تمارس عليهم سيصمدون؟ نعم، عوامل الصمود واضحة وعوامل الصمود موجودة، وأولى هذه العوامل هي دماء المتظاهرين التي ما زالت تتلطخ بها جدران شارع الرشيد وأيضا ساحة التحرير. هذه الدماء الزكية هي التي ستمثل العامل الرئيسي لبقية المتظاهرين من أجل مواصلة تظاهراتهم، لأن رفاقهم الذين قتلوا خلال تظاهرات على يد الميليشيات وعلى يد أجهزة القمع الحكومية كانوا يطالبون بهذه الحقوق التي هي الآن مرفوعة في ساحة التحرير. لذلك نرى أنهم علقوا ملابسهم وعلقوا صورهم وعلقوا حاجياتهم التي كانت معهم في لحظة مقتلهم، في إشارة منهم إلى أنهم سيواصلون هذا التظاهر وسيواصلون المطالبة بالحقوق من أجل رفاقهم ومن أجل الدماء التي بذلوها من أجل تحقيق هذه المطالب. نعم، من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت معنا، شكرا جزيلا لانضمامك.